السلام. حضرتك شو اسمك؟ أحمد ضياء. أحمد ضياء. أحمد ضياء، ليش جيت لقحت؟ تم اللقاح أو؟ إيه طبعاً، لأن هسه اللقاح ده شو فعال. تمام. حتى لو صار الإصابة بس هو يقلل الأعراض، يعني الشخص اللي ملقح تكون أعراضه أخف من الشخص اللي ما ملقح. تمام، يعني ما يوصل لمرحلة يوصل على الرئة. في الفترات يعني هالمعلومات تعرفها استاذ احمد مصر. زين، ايش تنصح اهلك اقاربك؟ والله انصحهم يلقحون احسن. زين، انصياب على هاي الموجه ان شاء الله. ان شاء الله. زين، انصيابيه العمل شلون شبتها بالسنه بعد؟ والله زين، عايشين مع العلم كلوت كلش هوايه، وكل اغلب الزعفراني هنا بيجون. صحيح. بس الحمد لله صايرين على الوضع. زين، عاشتكم. الله يسلمك.